مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا الكرام في الحلقة الثانية من برنامج عيادة الأيام. راح أكون وياكم أنا دكتورة نور محمد علي طبيب اختصاص لتقديم هذا البرنامج اللي يأتيكم الساعة 8 مساء كل يوم اثنين على قناة الأيام. هذا البرنامج راح يتضمن عدة فقرات، فقرات منها استضافة أطباء اختصاصيين واستشاريين بمختلف الاختصاصات لاستقبال مناشداتكم وأسئلتكم الصحية والطبية في مختلف المواضيع. كذلك راح نستضيف مسؤولين من وزارة الصحة حتى يبينون جهود وزارة الصحة منجزاتها وباقي الفقرات حتى نكون قادرين على إيصال هاي المعلومات. طبعا أيضا يمكنكم الاتصال بنا عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. ننتظر اتصالاتكم لأي استفسار، أي مقترح، أي مناشدة تخص وزارة الصحة. أهلا بكم مرة ثانية. اليوم محور حلقتنا راح يكون حول مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة. خلونا نشوف هذا التقرير وراجعين وياكم. احنا هنا قسم طب الطوارئ اللي هو جزء من مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة، على تعاون وتنسيق مستمر مع كل باقي مفاصل الوزارة فيما يخص قسمنا. نشاطات خلال الزيارة متابعة جميع ردهات الطوارئ في المستشفيات من تجهيز من كادر صحي. أما شعبة الطب الحشودي اللي هي جزء من قسمنا من قسم طب الطوارئ، متابعة وتهيئة اللوازم والأدوية اللي تحتاجها الفرق الطبية وخطة توزيعها، وبالإضافة إلى ذلك تنسيق مستمر مع قسم الإسعاف وقسم العمليات. دكتور صالح حسان المحترم إلى مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة وكافة دوائر الصحة المعنية فيما يخص موضوع خطة شهر محرم الحرام، توجيه إسعافات قسم الإسعاف الفوري، وكذلك توجيه دكتور فاضل الأكبر الربيع المحترم وقسم الإسعاف الفوري وقسم طب الطوارئ شعبة الحشود، وكذلك قسم العمليات هاي الأقسام المعنية في موضوع زيارة شهر محرم الحرام. ثلاث أنواع زيارة: زيارة الواحد من محرم والعاشر من محرم وزيارة الأربعين في 20/0. إن شاء الله حيشاركون قسم الإسعاف الفوري بإسعافاتهم، وكذلك تواجد السيد مدير العمليات وإحنا قسم الإسعاف الفوري، وكذلك مشاركة المستشفيات المتنقلة على ثلاث مستشفيات إن شاء الله. أهلا بكم متابعينا مرة ثانية. مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة من المديريات المهمة جدا في وزارة الصحة. اليوم معنا بالاستوديو الدكتور فاضل عقلة بنيان، مدير مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة، طبيب استشاري في طب الطوارئ. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم، شكرا دكتور. على الاستضافة. أهلا وسهلا. بداية دكتور نحب نتعرف على أقسام وشعب مديريتكم، يا ريت تتحدث لنا عن هذا. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى الباذلين مهجهم مع الحسين. مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة هي تعتبر خلية الأزمة، وهي خط الصد الأول في العراق كله. تتألف من أقسام مهمة جدا، والعمود الفقري في هذه الأقسام هو الإسعاف الفوري وحركة الإسعافات في عموم العراق، وبالإضافة إلى شعبة السيطرة المركزية اللي بيها 5 تليفونات آسيا وخمسة عراقنا وخمسة كورك على مدار الساعة تستجيب، اللي هي الشعبة يعني الرقم 122. شو يعني يحتاج احنا نكثر من ثقافة رقم 122، لأن مو كلش معرف لدى الناس. هذا الرقم مفيد جدا. في بغداد يوجد 82 مركز إسعاف فوري متوزعة على بغداد. نعم. كرخ شمالي، كرخ جنوبي، رصافة شمالي، رصافة جنوبي. وهذه هي مراكز إسعاف فوري، تتواجد كل مركز بعلى الأقل إسعاف عدد 2 مع مسعفين وعلى مدار الساعة. نعم. قسم الإسعاف الفوري أيضا يوفر خدمات أخرى اللي هي مثل خدمات نقل الجثث. نعم. لا سامح الله الجثث المجهولة، والتواجد في حالة يعني وجود أزمات أو حالة وجود حشود، وبالذات الحشود المليونية. نعم. اللي العراق ما يخلو منها شهريا. صحيح. فبالتالي هو يقوم بجهد عظيم. نعم. في المحافظات أيضا الرقم 122 شغال ودائما يكون أما أثير وأما
آسيا وأغلب المحافظات الرقمين أثير وآسيا. نعم. أيضا الإسعافات متوفرة على مدار الساعة. القسم الثاني المهم جدا هو قسم العمليات. قسم العمليات هو جزء من مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة، يهتم بوضع الخطط للحشود وللأزمات وحركة المواد الطبية والأجهزة والمستلزمات ودخولها وخروجها بين المحافظات. بالإضافة إلى مسألة مثلا الامتحانات، امتحانات البكالوريا، قسم العمليات هو اللي يجتمع، قسم الإسعاف الفوري هو اللي يوفر الإسعاف والمسعفين في كل جامعة. احنا دائما في المراكز الامتحانية نتواجد. القسم الآخر المهم جدا هو قسم التأهيل. قسم التأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين واللي هم أبنائنا واللي أعدادهم يعني بسبب الحروب العبثية لصدام وزبانيته ووجود الألغام في أرض هذا الوطن الحبيب، لذلك المخرجات كبيرة من هذا الملف. أيضا هذا ملف التأهيل هو عبارة عن مظلة ل 18 مركز تأهيل طبي في عموم العراق و 16 مركز وآلاف العيادات المنتشرة في المستشفيات، مرتبطة بينا فنيا ومن الناحية العلمية احنا نوجه. القسم الرابع المهم هو قسم الطوارئ. قسم الطوارئ يشرف فنيا ويضع السياسات لأقسام وشعب الطوارئ في العراق كله ويدار من قبل طبيب اختصاص طب طوارئ. القسم الآخر المهم هو قسم المركز الإقليمي اللي إن شاء الله في اليوم يعني يمكن زرتوه شفتوه، اللي هو مركز متطور جدا وبمنكانات متطورة جدا. كل طبيب يتخرج من كلية الطب يجب أن يدخل دورة لمدة 3 أسابيع في المركز الإقليمي وبعدها يسمح له بالتعيين. فكل المقيمين يمرون من خلال هذه البوابة. جهود كبيرة لحضراتكم دكتور فاضل. متابعينا مثل ما سمعتم من دكتور فاضل أنه الرقم 122 هو رقم الإسعاف الفوري في كل محافظاتنا العزيزة سواء في بغداد أو المحافظات. في حال حصول أي حالة طارئة الاتصال بهذا الرقم، وإن شاء الله خدمات الإسعاف الفوري تكون موجودة يمكم خلال ثواني. نرجع لحضرتك دكتور، طبعا احنا على وجه زيارة حرم الحرام، نحب نعرف استعدادات وزارة الصحة وخطة وزارة الصحة في هذا الخصوص. الزيارات اللي موجودة بالعراق وهو عالميا يسمى بطب الحشود، ولكن زيارة 40 لا يمكن تسميتها بطب الحشود، لأن هي كل موازين طب الحشود تخرج عنها وتضع أرقام قياسية. أولا مسألة المسير لمسافات طويلة، احنا راح نبدأ يوم 15 محرم نضع أول سيارة إسعاف لأول زائر راح يمشي من رأس البيشة، يعني من الحدود العراقية الكويتية. نعم. فهذا أول زائر راح يبدأ من يوم 15 محرم أو 16 محرم. نعم. وجماعة الفاو أيضا يبدون. الجو قاسي. صحيح. والحرارة مرتفعة. نعم. والأعمار الزائرة أيضا مختلفة مختلفة، فكل واحد يحتاج اهتمام خاص. نعم. تتكفل الدوائر بالتنسيق مع مقر الوزارة بتوفير البيئة الصالحة، لذلك إذا تشوفون مراكز الإسعاف الفوري وخيم تقديم الخدمات تمتد راح تكون بالأمرة بحدود 3000 سيارة إسعاف لكل زيارة. الملف الثاني اللي هو ملف صعب بهذه الزيارة وبالهذه، ملف الزائرين اللي يجون عبر الحدود، الإخوة الإيرانيين، الإخوة السعوديين، الإخوة البحرينيين، اللي هم نوفر لهم البيئة الصالحة. ومثل ما يعني الإداريين ووزرانا ورئيس الوزراء يقول، كل من يعبر الحدود ويجي زائر إلى الحسين يصبح عراقي ويتمتع بجميع الخدمات وهي خدمات مجانية. بس هي ضغط وين؟ على النظام الصحي العراقي. أكيد. مثلا 6 مليون زائر لمدة 20 يوم وطلباتهم واحتياجاتهم، بس من فضل الله علينا قدرنا انه ننجح خلال هاي الايام. وحتى احنا في موسم الحج يمكن كانت البعثة الطبية العراقية هي رقم واحد واللي ساهمت بانه احنا نكون رقم واحد. احنا معتمدين اعتماد اساسي على كوادرنا الطبية والكوادر الساندة اللي هي المتطوعين.
طبعا. احنا اليوم انا سجلت 400 متطوع لاسناد زياره عاشوراء اللي راح يتواجدون بالكاظميه وبكربلاء وبالنجف وحتى بسامراء. لذلك العمل يعني من جهتين، جهه الوزاره ملاكاتها المختلفه سواء طبيه وملاكات المتطوعين، اللي الجهه الاخ اللي السانده انه هي انه هيئه المواكب الحسينيه. نعم. اللي هي يقع عليها جهد كبير انه تنشرهم، بس احنا قساوه الجو والحراره اللي تعبر الخمسين يتطلب منه جهود اكبر. اي جهود اكبر. نعم. صرف مسكنات اكثر. نعم. صرف مغذيات اكثر. نعم. لان اغلبيتهم يصابون بالصدمه الحراريه. نعم. او بالانهاك الحراري. نعم. اضافه الى الامور الاخرى، التحدي الاخر الكبير هو الاعمار الكبيره. نعم. والامراض المزمنه. نعم. ومساله مثلا هوايك منهم يجي يمشي وهو يعتمد على الانسولين، فاحنا ايش لازم نوفر له بالمفارز؟ لازم نوفر له جرعه. نعم. الانسولين حتى بالحج. نعم. هواي حجاج جوي وما عندهم مثل ما جايب الانسولين او ما يقدر ينقله وياه، خصوصا اغلبهم كبار سن. كبار سن وهذه، فلازم احنا شو موفرين؟ موفرين السانده. نعم. موفرين الادويه. نعم. اللي هي الحبابي، وموفرين بنفس الوقت الانسولين. نعم. ادويه الضغط. نعم. مهم جدا انه اغلبيتهم هم راح يمشون. نعم. وراح يكون اكو اكل، والاكل احتمال مالح ما يناسب وضعه، ف يكون هذا التحدي احنا نقبله وان شاء الله ننجح به دائما ان شاء الله. يا ريت تحدثنا عن الخطه، عدد المفارز الطبيه، عدد الاسعافات اللي حتكون ان شاء الله متواجده على طول طريق الزائرين خلال الزيارات المليونيه سواء العاشر من محرم او الزياره الاربعينيه. بالنسبه للخطه، هو اكو لجنه تابعه للامر الديواني للسيد رئيس الوزراء. الخطه تنقسم قسمين، خطه امنيه وتتكفل بها الجهات الامنيه العسكريه، والخطة الخدمية اللي تتكفل بها الوزارات الخدمية وعلى رأسها وزارة الصحة. اللي يقود الخطة الصحية معالي السيد الوزير. نعم. واحنا ناخذ الصلاحيات من عنده بالميدان. نعم. ويكون تحت إشرافه وتقاريرنا اليومية إليه. المشتركة بالخطة مال الأربعين إن شاء الله، بالنسبة لمديرية العمليات احنا 250 سيارة إسعاف تكون منتشرة، مديرية دائرة صحة الرصافة تسندنا ب 100، دائرة صحة الكرخ 100 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى العراق كله والمحافظات الأخرى البعيدة عن الزيارة، مثلا محافظة كركوك، نينوى، صلاح الدين. نعم. الأنبار، هذول أيضا يشتركون معنا ويدزون لنا إسناد. المتوقع يعني نعبر مو أقل من يعني قد نصل ل 3000 سيارة، بس مو أقل من 2500 سيارة إسعاف مع كوادرها. إن شاء الله. ككادر نعبر 100,000 ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق دكتور فاضل. متابعينا الكرام، نحب نذكر بارقام برنامجنا الموجوده اسفل الشاشه، يمكنكم الاتصال وانتظار احنا بانتظار اتصالاتكم، واهلا وسهلا بكم. دكتور فاضل، سؤال اخر عن اليه التعاون مع هيئه المواكب الحسينيه وكيفيه فحص المتطوعين والعاملين في المواكب، كيف تتم وما هي التفاصيل الاخرى للمواكب؟ بعد كورونا اصبح هناك وعي كبير على مسألة الاستخدام المرة واحدة. نعم. ومسألة الطعام المحفوظ أو المسلفن. ومسألة أنه القائمين على هذه المواكب يحتاجون يأخذون إجازة من الجهات ذات العلاقة. نعم. الإجازة على مستويين، مستوى أمني ومستوى صحي. هنا سابقا كان أكو تداخل بالسلطات وتداخل بالصلاحيات، أنه الإخوان مرات يصرف دواء بدون سابق انذار او يصرف ماء مفتوع. حاليا اكو وعي كبير. نعم. الاجتماعات والتنسيق، احنا كل الوزارات معنيه، التفويج باتجاه الامام الحسين والتفويج العكسي. نعم. هذا مهم جدا، واللي تتكفل به الوزارات السانده. كل ما يكون اسرع، كل ما يكون الضغط على الصحه اقل. صح. كل ما تكون الطرق آمنة. نعم. وسالكة وسريعة. وموجودة مواكب وموجودة آلية لتخفيف الشد والإجهاد، كل ما يكون إن إحنا المخرجات تكون بالنسبة لنا أحسن. كل ما تكون طرق المواصلات فاصلة المشاية عن السيارات أو
الأخوة السواق الناقلين يعني يلتزمون بتعليمات مديرية المرور كلما قلت الإصابات. نعم. فهو ملف متداخل. نعم. خلال هاي يعني العراق صار مدرسة. نحن لازم ندرس فعلا. ندرس الإصابات وندرس فعلا. الحوادث. نعم. وندرس طب الحشود. نجحنا بهواي أمور لأن التجربة بالإضافة إلى الجنبة العلمية. نعم. بالإضافة للكرم العراقي أكيد هذا معروف الكرم العراقي والعطاء. الكرم العراقي هو ساندنا هواي لأن وزارة الصحة وبقية الوزارات لا تستطيع أن تقوم بهذه المهمة بدون هذا الإسناد. نعم. الحمد لله. دكتور خدمات كبيرة تقدم للزائرين خلال الزيارات منها توعوية تشخيصية وعلاجية، نحب نتعرف بالتفصيل حول الخدمات المقدمة بالمفارز الطبية. احنا ننشرها، احنا بالحقيقة مثل ما قلت نبدأ من حدودنا مع الكويت ونبدأ مع حدودنا مع الجمهورية الإسلامية من مهران، مهران المنفذ الكبير اللي أغلبية الأخوة زائري الحسين يأتون من هذا المنفذ، وعندنا منفذ الشلامشة ومنفذ كذابة ومنفذ مندلي ومنفذ المندرية ومنفذ حتى الشيخ يمكن عمران اللي هو عن طريق أربيل وعن طريق سليمانية هالسنة، بالإضافة إلى المطارات يعني تقوم يعني عدد الطائرات في اليوم الواحد قد تصل إلى 50 إلى 60 طائرة تنزل في مطار النجف الدولي. بالتالي هذا إحنا كوزارة صحة كل 10 كيلومتر نوفر إسعاف. نعم. يعني مثلا طريق مهران إحنا العام المضى هو طوله 85 كيلومتر كانت 8 سيارات أو إلى 10 سيارات إسعاف. المراكز الصحية والخيام مهمة جدا، أكو البيت الصحي اللي كان أيضا يقدم خدمة خدمات. للقاحات. المراكز دائرة الصحة العامة الإخوان بقية الدوائر يقدمون خدمة جليلة بالذات هاي اللي تمر عليها الحشود. نعم. مال الزائرين. وأكو محافظات لا تمر عليها وترجع مثلا احنا طريق مهران هم راح يدخلون فد 2 مليون من عنده واللي راح يرجعون فد 3 مليون لأن بقية اللي يستسهلون الرجوع. نعم. فلذلك انت لازم توفر مسعف، توفر سيارة إسعاف، وتوفر أدوية الأساسية، وتوفر مستشفى مهيئ بطوارئ جاهزة لاستقبال لا سامح الله ما يسمى بالماس كاجوالتي. نعم. اللي هي إذا أكو إصابات كبيرة. نعم. عالميا تعرف أنه المستشفى يكون في حالة صدمة إذا دخلوا له 5 ملتي إنجرد بيشنت at the same time. إذا هذول 5 دخلوا في وقت متعدد واحد. واحد. الإصابات. نعم. في وقت واحد يعتبر في حالة صدمة. يعني إذا تشوفون مستشفياتنا. نعم. مستشفياتنا يعني هم الناس مو كلها مطلعة على الخارج. الخارج حتى الطوارئ بيها انتظار. نعم. ولساعات طويلة. ولساعات طويلة بينما إحنا بطوارئنا يعني قد يكون هناك يعني بعض التقصير تدرين يعني ما تقدر تضبط أخلاق العالم كلها. نعم. لكن خلال دقائق بس معظمهم أنا أشوفهم رائعين. نعم. ويقدمون خدمة جليلة ويقدمون خدمات مو 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 سهلة. نعم. خاصة مع التحدي الكبير اللي مر به العراق خلال هاي السنين. نعم. لذلك توصياتنا دائما إنه مسألة أعرف منين تأكل ولا تأكل أكثر مما تحتاج. نعم. بنفس الوقت إنه يكون علاجك أنت ماخذه وياك مراعي. ننصح المريض مثلا اكو فيهم مريض عجز كلى. نعم. وياتي للزياره وبالتالي هو يحتاج غسله. العتبه الحسينيه وفرت الغسلات الطارئه. نعم. دائره الصحه كربلاء. نعم. يعني عندي احصائيه لتبديل الرايات ويوم الخميس المضي يوم الخميس ويوم الجمعه الطوارئ مستقبله 859 حاله ويوم الخميس مستقبله 760 حالة تقريبا بينما يوم السبت مستقبله 150. نعم. أعداد كبيرة خلال هاليومين. خلال هاي اليومين الضغط على دائرة صحة كربلاء وعلى إمكانيات مستشفى الحسيني. نعم. ضغط هائل. صح. المريض يقول صاحب الحاجة أعمى يريد خدمة فورية تقدم له خدمة. بس هو يعني أكبر نظام صحي بالعالم
إذا يتعرض لهذا الستريس فهو مو هين. نعم. إحنا مسألة الإخلاء أثناء الزيارات المليونية تكون صعبة، لذلك إيش نضطر نسوي مراكز خدمة وفرق جوالة، يمكن أعتقد كل الزائرين يشوفونها على ظهرهم شايلين أجهزة. نعم. ومستلزمات. وهذول يتحركون بين ميدانين. الزائرين. نعم ميدانيا بين الزوار. نعم. أكو مركز إخلاء أولي في داخل العتبة الحسينية وفي مستشفى السفير، يعني حائط على حائط قريب جدا من مقام الإمام الحسين عليه السلام، أيضا هذا يقدم خدمة سريعة ويكون مملي بكوادر طبية جراحية، وبنفس الوقت طب عام، طب اختصاص دقيق، المتطوعين بأعداد كبيرة. أنا أعتقد يعني اللي قريته وأنا يعني متخصص بهذا الجانب، ماكو بلد يقدم بالأربعين هاي الجموع ما تقدمه أعظم دولة من أمريكا إلى الصين. نعم. إلى وهي تدرون إن زيارة الأربعين داخلة بمقياس جينيس. نعم. للأرقام القياسية. أكبر تجمع سكاني خلال وقت قصير. نعم. كنا بمكة النائب رئيس بعثة الحج، اللي دخلوا المكة 2.5 مليون. نعم. كل الدول جايبة بعثاتها الطبية، كل الدول جايبة إمكانياتها، أدويتها، مستلزماتها، كل شيء باي مدفوع الثمن. نعم. يعني بالتالي أنت تجي في كربلاء هذه كلها تتكفل بها وزارة الصحة العراقية بمعدل 92% إلى 93%. نعم. الإخوة بالحشد يقدمون خدمة كبيرة، والبقية الصنوف بالجيش أيضا بمستوى معين، بس لا زال الثقل الأكبر هو على وزارة الصحة. معلومات قيمة دكتور فاضل. متابعينا الكرام خلينا نأخذ فاصل وراجعين وياكم، خليكم ويانا. متابعينا الكرام أهلا بكم مرة ثانية. الآن سؤالنا لدكتور فاضل عقلة بنيان، مدير مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة مدينة كربلاء، محافظة كربلاء المقدسة، كيف هو تعاونكم معها، خصوصا أنه هذا الموضوع يحتاج لعدة جهات ليست فقط وزارة الصحة، تحتاج خدمات أمنية، خدمات ساندة، باقي الوزارات ممكن يكون لها دور، نحب نتعرف على هذه الفقرة. بالمناسبة صح، المصب الأخير للزوار والتجمع الأخير في كربلاء المقدسة، ولكن محافظة بابل تأتيها الجموع من 5 منافذ. نعم. وترجع عن طريق الجموع من 5 منافذ. نعم. فتتعرض إلى ضغط كبير. إلى ضغط كبير محافظة بابل. نعم. محافظة ثانية محافظة النجف، الكل يذهب إلى النجف ويزور أمير المؤمنين، ومن النجف يتوجه إلى كربلاء. إلى كربلاء، وبالتالي هو ضغط هائل. نعم. يعني كربلاء النجف وبابل يعني يتلقى الضغط قبل ما تتلقى المحافظات المحيطة بكربلاء. المحيطة. نعم. بكربلاء. أكل اللجنة اللي مؤسسها مكتب رئيس الوزراء. نعم. بها نائب المحافظ كربلاء النجف بابل. ديوانية اللي هو المسار خط سير الزائرين، خط سير الزائرين. نعم. نائب محافظ الكوت. أيضا هذول الإخوان اللي هم إمكانيتهم جيدة وعندهم إلمام واسع بمؤسساتهم، بالتالي يصير تنسيق جهود. محافظة بغداد تقدم خدمة كبيرة، الحشد بإمكانياته كبيرة. نعم. وزارة الكهرباء العام كانت خدماتها يعني خلال الزيارة تدرين هذا الضغط الكبير. نعم. وزارة النفط تشترك معانا هاي اللجنة، يقدمون المنتجات النفطية، مسألة الغاز، مسألة المشتقات النفطية خلال فترة النقل الزائرين. والثقل الآخر الأكبر هو وزارة النقل. نعم. يعني الساندة أن وزارة النقل أيضا جزء. اللي يرأس هاي اللجنة أحد الأخوة اللي هو الأستاذ عبد الرزاق اليعقوبي اللي هو مسؤول المتابعة بمكتب رئيس الوزراء. بالتالي يجمع كل الجهات ويشوف كل الاحتياجات ويصير التنسيق على هالأساس. نعم. أكو مركز مسيطر يسمونه مركز العمليات المسيطر،
أين موقع دكتور هذا في كربلاء المقدسة؟ هذا بشاشات كبيرة تباوع على مسألة التفويج العكسي، يعني حالة الرجوع. حالة الرجوع هذا فيما يخص الخدمات. فيما يخص كربلاء والضغط الهائل اللي يصير، دائرة الصحة في كربلاء يعني مستشفياتها تدخل في حالة استنفار، ولكن الأخوة في المحافظات الأخرى يبدؤون بإرسال فرق كثيرة. مثلا مدينة الطب ترسل جراحين، أخصائيين عيون، دائرة صحة الرصافة، دائرة صحة الكرخ، مديرية العمليات. احنا نشترك تقريبا ب 100 سيارة إسعاف ما بين داخل ما بين خارج. المحافظ هو المسؤول الملف كله، واللي هو راح يبدأ يتحكم، اللي ياخذ صلاحيته من السيد رئيس الوزراء، لأن الملف بإشراف رئيس الوزراء. نعم. لأن ملف كبير، كبير. نعم. بحياة الناس. نعم. لذلك نشوف يعني اليوم الثاني أو بالأربعين يأتي رئيس الوزراء، لجانة المتابعة اليومية، تقارير. فيما يخص الصحة قبل زيارة الأربعين تجهز كربلاء بما يسمى بحصص ساندة أو إضافية. قد ما تسند، يعني احنا العام في مفرزة طبية بباب القبلة فاحصين خلال النهار وخلال الليل عابرين 4000، 422 أو 425 منطينهم مغذي. يعني كل الأسرة. نعم. احنا خالين في 10 سرة. نعم. 10 هن دائما مملئات، وكو 2 قاعدين والفلويد على السريع. أعداد كبيرة جدا. إيه يعني يعني اللطيف بالأمر في كل زيارة كل الأمراض قد يعني تكون موجودة، يعني اللي هي الضغط، السكر، الهادي، بس الأمراض الانتقالية تكون قليلة جدا. نعم. وما كنت أشعر حتى في زيارة اللي صارت بزمن كورونا. نعم. كان الأعداد تقل مو تزداد. بعد أكو يعني رحمة إلهية. نعم. ترحم هاي الجموع اللي متوجهة. مسألة الأدوية والمستلزمات والفرق الساندة والفرق الطبية وإجراء العمليات، حتى عمليات ولادة. نعم. خلال عمليات ديلزة. يعني كل النشاطات الصحية والطبية، كل النشاطات. يمكن هم الزائرين لمسوها لمسيت. نعم. أنه إحنا بالمستقبل نحتاج طرق إخلاء، طرق طوارئ. نعم. هي هاي المهمة، يعني العمليات الترتيب. نعم. شلون الزائرين يدخلون، شلون نقدر نقليهم من هالباب. نكمل كلامنا دكتور فاضل. متابعينا الكرام، نذكر بأرقام هواتفنا الموجودة أسفل الشاشة بانتظار اتصالاتكم، وأهلا وسهلا بكم. دكتور فاضل، مختلف الفئات العمرية تؤدي مراسم الزيارة، أطفال، شباب، كبار بالسن، نساء، رجال، كل هذه الفئات تحتاج إلى نصائح خاصة. كل فئة عمرية أو كل فئة تحتاج إلى نصائح، نحب نسمع بعض النصائح من حضرتك. هو أول نصيحة المشي ليلا. يعني المشي نهارا الجو قاسي، يعني الجو قاسي جدا. فيفضل المشي أن يبدأ بعد الساعة الخامسة عصرا إلى ثاني يوم الساعة السابعة السادسة الثامنة، وأن يكون النوم نهارا. نعم. الملف المهمة الثانية أنه شرب المي وتعويض السوائل. نعم. لأن الجفاف سبب رئيسي للإصابة بالأمراض وقد يؤدي إلى عجز الكليتين. نعم. الشغلة الثالثة المهمة جدا التقليل من الطعام والتقليل من الدواء. لأن الدواء مو يعني مثلا يصير شاد، يصير تعب، يفضل الراحة على أخذ الحبايب والمسكنات. نعم. وقد ما نقدر نتحاشاهم، بالتالي هو يفيده وما يتعب كلياته. بس إذا يعوض سوائل، عصائر. نعم. عصائر مهمة جدا. أكيد طبعا. والسوائل. الأعمار الكبيرة إحنا دائما ننصح إنه هذه الأعمار الكبيرة تأتي إلى الحسين عليه السلام بالنقل بالسيارات. الشباب من الممكن أن يأتون، لأن الأعمار الكبيرة يعني تداعيات المفاصل يعني، أو يأتون لمسافة قليلة. نعم. يعني مثلا من النجف يتوجهون إلى كربلاء، من بابل إلى كربلاء. نعم. يعني مو مشكلة، وبالتوقيتات معينة. نعم.
نعم. بس المسافات الطويلة تكون راح مجهدة تكون عليهم، يعني مجهدة. نعم. الأمر الآخر هو يعني مسألة وسائل النقل، العاملين في وسائل النقل يعني يكون يرحمون الهذا. أول شيء أنه يأخذ راحة تامة، أنه ما يجي متعب على مدى ما يسبب لنا، سببت لنا حوادث مرورية العام. نعم، للأسف. كثيرة بسبب أنه هو يصل كربلاء يرجع إلى مكان آخر. الملف المهم جدا هو أنه مسير الزائرين. نعم. القوات الأمنية لازم إحنا نتعاون وياها، هذا مهم جدا. الملف الآخر المهم أنه أنت لا تجيب مواد وياك ومحمل وجاي، لأن هو كل شيء متوفر. نعم. فإيش قد ما تقلل إيش قد ما الشيء الآخر والمهم هو سعة الصدر، يعني أنه يكون واحد مرن مرح مع الآخرين، حتى إحنا. نعم. لازم نكون مو منهكين نفسيا. يعني أساسيات. شكرا على هاي النصائح. متابعينا الكرام، نروح فاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة أخرى. دكتور فاضل، أيضا نحب نعرف نصائحكم لأصحاب الأمراض المزمنة، ما هي النصائح المهمة خلال تأدية مراسم الزيارة؟ هو المهم جدا في جماعة اللي ملف الأمراض المزمنة الالتزام بالجرعات والأخذ العلاج وأخذ العلاج معاه. ليش؟ لأن مرات إحنا تدرين هذول الأخوة، يعني آبائنا وأمهاتنا كبار السن ما يعرف العلاج مالته. نعم. ومسألة تغيير العلاج هو يشوفه حب أبيض كله، يعني صعب يميز متشابه علاج وآخر. زين. نعم. فيراد إنه هذا الأب والأخ أو الأم إنه يكون علاجها معاها وتصطحبه معاها. نعم. ومهم جدا، وإذا كلش على الأقل جايبة الراشية مالتها. نعم. والوصفة. مرات العلاج يمكن تغيره من جهة لجهة يختلف. نعم صحيح. بالتالي هو وجود التزامه بعلاجه، التزامه بنصائح طبيبه، مراجعة الطبيبة قبل مجيئه مهم جدا. نعم. انه يقدر ما يقدر. ليش؟ لان تدرين هاي المسافات الطويلة، وبالذات يعني مسألة الأطفال، احيانا اكو اطفال مصابين بالسكري. نعم. يعني هم انسولين ديبندنت، فبالتالي هذول يحتاجون الله يحفظهم رعاية خاصة. كون احنا نحافظ عليهم قدر المستطاع. نعم. وكبار السن التعرض لأشعة الشمس بالنسبة لهم منهك. النساء بالإضافة إلى لبس يعني ملابسهم الربطة إلى هذه يعني زايد الحرارة، مو مثل الرجال يجوز يعني. نعم. يكون مكشوف الرأس. نعم. زين. حركة الرجال مو مثل حركة النساء، يقدر يغتسل بالشارع، يبرد نفسه بمي بشيء. أقول بالنسبة للنساء بيها محددات، لازم مكان معين. نعم. دار استراحة معين. ليش؟ لأن مثلا هي تريد تتوضأ، تريد ربطتها تحافظ عليها. فأكو توصيات للنساء وتوصيات للرجال. نعم. قد ما قدرنا احنا ندعم الجانب النسوي لأن هو عدد كبير. توفير البيئة مهم، لذلك بالحاج وهسه العتبة أيضا موفر هاي المراوح واللي يترش المائية واللي يقلل. نعم. وكثرة مساحات مضللة التضليل. وهذه مهمة جدا. نعم. يعني قلل من التعرض يعني لأشعة الشمس مباشرة. أشعة الشمس. يعني هذه الأربعين لمدة 10 سنوات راح تبقى في موسم الصيف. الصيف. أيه. الصيف صيفنا حار أيضا. طيب. إنه واللي هي أعلى درجات حرارة بالعالم. نعم. زين. فلذلك مسألة الماء والتبريد ومسألة التواجد في المكانات المبردة والمبردة والعناية بالنساء هذا الملف، لأن الرجل قد وين ما يجي يقدر
ياخذ مي، يشرب مي، يغسل. بس النساء شويه صعب الموضوع. نعم الدكتور، في حال حدوث وعكة صحية للزائر خلال تأدية المراسم، شنو الإجراء المتبع من قبل الزائر؟ هو الإجراء المتبع أنه أقرب مفرزة طبية يجب. نعم. يعني وما يهمل نفسه حتى وإن كان بسيطا، لأن قد تتضاعف، وبالذات إحنا نسميهم الجرياتريك والبيدياتريك، كبار السن. نعم. وصغار الأطفال. السن. وهذول جماعة الأمراض المزمنة. نعم. وبالمناسبة الإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة هم يشاركون بعدد كبير، كبير. يعني بعكاسته، بعربته، بويلتشيره، فهذو هاي الفئة فئة مهمة جدا. نعم. يعني لذلك أي وحكة، أي صداع، مهم جدا أقرب مفرزة طبية، قياس الضغط، قياس النبض، قياس الحرارة، آلام الصدر. مرات حتى احنا المرضانة يجي عند ألم بمعدته، يعني دس احنا نسميها دسبيبسيا. نعم. وهو بالحقيقة هي مو معدته، قد يكون قلبه. أي نعم. لذلك احنا ننصح الأعمار الكبيرة، أي دسبيبسيا، أي سمبل تشيست بين، يسمونه أتيبيكال سيمتوم، يعني أعراض مو نموذجية مال تشيست بين، ننصح جماعتنا الأطباء أنه أو هم الأطباء يسوون له تخطيط قلب. نعم. ممكن يظهر على شكل ألم في أعلى المعدة أو ألم في الكتف أو بالذراع الأيسر، كلها هي أعراض ممكن تكون تنذر بأمراض قلب. أمراض قلب، لذلك علاجهم مهم جدا. احنا مسألة الأسبرين والجلوبيدوغريل والإنجسيد يعني موفرينا بكثرة. نعم. وقريبين، بس مسألة أنه أنت ما تطي هاي العلاجات، يفضل تقيس ضغطه وتقيس نبضه. يعني إذا تطي إنجسيد تحت اللسان وكان نبضه بطيء وضغطه واطي قد تقتله. نعم. شوكة تطيف لود مهمة جدا، خاصة إذا لسانه ناشف، إذا عيونه جاحظة، إذا جلده هاي مهم، يعني تعرض لحالات الجفاف، هذا أساسية. نعم. يعني التحدي الأكبر إذا لا سامح الله صار تدافع. فأنت شلون تخرج من هاي الأزمة، شلون تطلع منها، قد ما تحاول تكون بعيد وتخلي هاي الناس اللي يعني صار التدافع. نعم. نتيجة عامل خطر جدا. فلذلك اكو هاي الفرق القريبة، اللي فرق يسمونها ماخذة كورس بيسك لايف، يعني أساسيات المنقذة للحياة. نعم. هذه متواجدة في معظم المكانات، واللي عندها جهاز يسمونه الاي اي دي، يعني فرقنا مهم جدا، هذا اللي يعني جهاز ضربات القلب الأوتوماتيكي اللي يطي بدون. نعم. يعني هو ينطي. نعم. بالفرق الساندة يجب أن يكون هذا الجهاز موجود، وانتشار الفرق الساندة يجب. بالتالي طرق، يعني احنا لازلنا نبحث في طرق الإخلاء. نعم. شكرا للمعلومات القيمة دكتور. في ظل وجود بعض الإصابات بمرض الحمى النسفية، نحب نسمع نصائحكم لأصحاب المواكب وللزائرين أيضا بهذا الخصوص. يعني المواكب الحسينية تؤدي دور عظيم، بس بعض الممارسات قد تأثر علينا وعليهم وعلى الجو العام، لذلك ولا يجب أن يكون الذبح في أماكن مخصصة، ويجب أن يكون وفق شروط وزارة الزراعة وتعليمات وزارة الصحة، لأن مثل ما تعرفون هي البيطرة يمكن تابعة بصورة رئيسية إلى وزارة الزراعة، يعني الثقل الأكبر عليهم بهذا الملف. نعم. إحنا مخرجات الحمى النسفية تجينا على وزارة الصحة، اللي هي المشكلة هي مثل ما تعرفين القراد الموجود على الحيوان اللي ينتشر على الجلد. نعم. وبطريقة معينة يجب أن ينسحب. إحنا لازال الأعداد المصابة عندنا هي أعداد عادية جدا ومتوقعة في شي أوقات. نعم. بس في فترة الذروة وفي فترة انتشار، يعني المهم جدا أنه الأخوة يراعون هاي المسألة، لأن حياة الناس. نعم. فيجب أن يكون الذبح خارج المناطق المكتظة وفي أماكن مخصصة، ويعالج، ويفضل دائما أنه هذا اللحم يجمد لمدة 12 ساعة أو أكثر. يعني أعتقد هيك أكو نظريات. نعم. تجميد جدا مهم.
التجميل مهم جدا، والطبخ الجيد ايضا، والطبخ الجيد والتعامل مع اللحوم مع المخلفات ايضا. نعم. تعامل مع المخلفات مهم جدا، لذلك يصير ضغط هائل على كربلاء. نعم. على النجف وعلى بابل في هذا المجال. نعم. احنا كاجراءات لا زال العراق جيد جدا به، يعني مسألة العلاج، بس المشكلة وين؟ هي تهاجم الجهاز يعني جهاز الدوران السيركيوليتري سيستم. وين تضرب؟ تضرب التخثر. نعم. وتضرب النزف. وبالتالي الكبد يكون محط الهجوم. نعم. فبالتالي يحتاج لها رد فعل سريع. نعم. شكرا جزيلا دكتور على هاي المعلومات القيمة اليوم. متابعينا الكرام شكرا للمتابعة، كنت معكم أنا دكتورة نور، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج، نلتقيكم الأسبوع القادم بإذنه تعالى، إلى اللقاء.